ما جبت في السوشيال ميديا ولا في الريال لايف؟ الريال لايف عندي اكثر اكثر من السوشيال ميديا. ف عادي بحلو بحال ايدر يعني ماشي كل واحد عنده معجبات يعني الاعجاب او للبنت تعجب الدري ماشي بالضروره خاص يكون موديل ولا يكون انسان. كل بنت كيعجبها الدري بعقله, كل بنت كيعجبها الدري سامبل الدري الضريف دريم تدين يعني ماشي كتاخذ الحصه الاسد. كاين شي بنت تجي قدامها تقول لك ما عجبتينيش يعني ما عمرك كما تيقولوا المغاربه الراجل ما كيتحقرش. اكيد فاش كتحس بنادم بنت انه هي اكثر من انه يعني شي لايك يو لايك شي لايكس يو كتحاول ما امكن انك ترد البال التصرفات ديالك انك تبان عاجبك راسك او لا مغرور. حاول تعامل معها زوين تهضر معها باداب انه ما تبانش فيك العياقه كما تيقولوا لانه فريمون الناس كيردوا البال هي حتى في راسها ممكن انك انت تقمعها او لا تبان عليها ولا تعيق عليها. فتف فيغ اتونسيون يعني بانك تكون شويه متواضع اكثر من اللزوم. انا وصلت واحد يمكن واحد المرحله انه كيعجبوني الدراري الصغار. فأمنية ديال اي انسان انه يكون عنده اولاد. فما عرفتش نهار نلقى البنت المناسبه ونلقى راسي انه الوقت المناسب ولكن كنحس بانه قريب. الا ما كان الوقت خاصني نوجدو العمر العمر اكيد كاين الفكره.